سيدة وسادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. ما زال الواقع السوري يعاني من التمزق والشتات بين أطراف عدة أبوا إلا أن ينفذوا أطماعهم وأجنداتهم دون النظر لمصلحة الشعب السوري. وقد شجعت هذه الأوضاع العديدة من الدول لاستباحة الأراضي والأجواء السورية، مثل إسرائيل التي كررت اعتداءاتها على سوريا، ما دعا سوريا إلى مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالكف عن سياساتها الإجرامية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتنفيذ عدوان جوي برشاقات صواريخ من شمال الجولان العربي السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق. وأضافت أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة لا تهدد بتفجير المنطقة وإشعالها فحسب، وإنما تشكل أيضا خطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عاطف صقر، الكاتب الصحفي بالأهرام ومراسل الأهرام سابقا بسوريا. برحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أستأذنك نتابع هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا. لا تكف إسرائيل عن ممارساتها مع سوريا وانتهاك سيادتها على أراضيها، وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. وفي أحدث سيناريوهات عملياتها الإجرامية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهجوم صاروخي من شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مما أدى إلى استشهاد 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية. وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تتصدت للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق دون الإشارة إلى تفاصيل عن مكان القصف وآثاره. وردا على الهجوم الإسرائيلي، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء الإسرائيلي والتحرك الفوري لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن الممارسات العدوانية ووضع حد لجرائمه ومساءلة مرتكبيها، مؤكدة إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها العدوانية، وتدعو الدول الغربية لعدم الانحياز لإسرائيل والسماح لمجلس الأمن بممارسة واجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حد لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أكرر الترحيب بالضيف الكريم الأستاذ عاطف صقر، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام ومراسل الأهرام سابقا بسوريا. أهلا وسهلا بسيادتك معنا. أهلا بسيادتك. وندخل في الموضوع ونقول متى يتحرك الضمير العالمي وينحاز لسوريا ضد إسرائيل التي هي المعتدية دائما؟ هو طبعا من الناحية الفعلية الضمير العالمي استقر يعني في الفترة الأخيرة على أن الدول الغربية، بعض الدول الغربية بتقف مع الاعتداءات الإسرائيلية، وده من أسبابه النشاط الصهيوني في الدول الغربية وقدرته على إقناع النخب السياسية بأن إسرائيل أمنها مهدد من الدول العربية، في حين أن الحقيقة أن إسرائيل تهدد أمن الدول العربية سواء بشكل آني أو بشكل مستقبلي. وبالشكل الآني ده واضح في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة يعني على نقاط عسكرية موجودة في سوريا، قيل إن بعضها يشغله حزب الله اللبناني، وطبعا حزب الله اللبناني بيدخل في علاقة أو في علاقة عدائية مع إسرائيل بسبب احتلالها يعني الأراضي العربية، وسبب طبعا تدنيس المقدسات الموجودة في القدس. طب إسرائيل دايما بتبرر هجماتها على سوريا بأنها بتكافح المد الإيراني، ده من وجهة نظر إسرائيل. طب ما تهاجم إيران نفسها، ولا هي يعني مش قادرة على إيران فبتقدر على سوريا؟
هي طبعا من ناحية القدرة على سوريا بتقدر على سوريا، لأن سوريا طبعا في وضع يعني عسكري يعني ضعيف حاليا، وفي نفس الوقت الخطر الذي يأتي على إسرائيل هو من الصواريخ التي يملكها حزب الله اللبناني، وطبعا والأسلحة التي تمد بها إيران حزب الله اللبناني عبر الطريق السوري. طبعا من حق حزب الله اللبناني الحصول على سلاح، من حق سوريا أن تمرر السلاح على أساس أن في أراضي سورية محتلة، وعلى أساس أن التكاتف العربي مطلوب طبعا لمساندة سوريا، وعلى أساس أن في توافق سري تقريبا ما بين يعني إيران وسوريا وحزب الله على أن تبقى الجبهة مفتوحة مع إسرائيل إلى أن تتحرر الأراضي العربية وتتحرر المقدسات. طيب يعني هو الجيش السوري كما نعلم يملك العديد من صواريخ اسكود التي تستطيع أن تقصف يعني قلب إسرائيل وأن تؤلم إسرائيل إيلاما شديدا، لماذا يمتنع الجيش السوري عن قصف إسرائيل سواء بسلاح الطيران السوري والذي يمتلك مقاتلات حديثة من طراز ميج 29 ويمتلك صواريخ اسكود؟ هو بيمتنع طبعا، يبدو ان الجانب السوري يمتنع عن الـ عن 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 الرد على اسرائيل بالاسلحه المتوفره لديه، لان وهي كثيره بالمناسبه، وهي كثيره، لانه طبعا يدرك ان القوه العسكريه الاسرائيليه يعني قوه كبيره، وفي الثمانينات كانت في طائرات سوريا حاولت ان هي تواجه الجانب الاسرائيلي وتم اسقاط العشرات منها. يعني لا في بس صواريخ اسكود يعني مش طائرات، يعني سواء اصابت ام او لم تصب يعني هتقول احنا كافلين بالرد وقت اللزوم. يعني هي سوريا عندها فلسفه ان هي ما حدث في حرب 73 يعد انتصارا عسكريا، وانها تريد ان تحافظ على هذا الوضع ليبقى التاريخ يسجل أن آخر مواجهة ما بين سوريا وإسرائيل كان فيها انتصار سوري طبعا مصري عربي مشترك. يعني كان ولكن لم تتحرر الجولان، يعني مصر استطاعت بعد حرب أكتوبر وبالمفاوضات وفضل الاشتباك الأول والثاني ثم مبادرة السلام والمحادثات أن تحرر سيناء. الجولان حتى هذه اللحظة ما زالت محتلة، بل إسرائيل أعلنت ضمها إليها. هو في مقولة للمرحومة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري حافظ الأسد بيقول إنه إذا كان هناك، يعني ما معناه يعني إذا كان هناك من إيجابية للموقف السوري فهو أن سوريا حافظت على أن تبقى الجبهة مفتوحة مع إسرائيل، بدلا من أن يبقى كل الأطراف وقعت اتفاقية سلام، في حين انه الاراضي الفلسطينيه والمقدسات يعني ما زالت محتله او منتهكه. هو بتحضرني قصه يعني قراتها عن عدوان 67 عندما قصف الطيران الحرب الاسرائيلي المطارات المصريه وتقريبا دمر 80% من سلاح الطيران المصري، ان الفريق عبد المنعم رياض وكان وقتها قائدا للجبهه الاردنيه اتصل بالفريق حافظ الاسد وكان وزيرا للدفاع في سوريا وطالب الطيران السوري أن يقوم بقصف المطارات الإسرائيلية حتى إذا ما عاد الطيران الإسرائيلي بعد قصفه للمطارات المصرية لا يجد مطارات يهبط فيها، وبالتالي لن تسمح له دولة أخرى بالهبوط فيها ويتم تدمير سلاح الطيران الإسرائيلي لأن الوقود حينتهي وتحترق الطائرات في الجو. فلم تلبي سوريا طلب الفريق عبد المنعم رياض وحدث ما حدث وكلنا نعرفه. حضرتك عندك فكرة عن القصة دي؟ لا حقيقة أنا أول مرة أسمعها بهذا التكامل يعني. لكن هو ده بينسب للرئيس حافظ الأسد وكان وقتها وزير الدفاع وأصدر أمر بانسحاب الجيش السوري من الجولان ربما يعني كما يقال بدون طلقة واحدة يعني. طيب يعني إسرائيل ونتحدث هنا عن الشعب السوري تفعل ما تشاء من انتهاكات لحقوق السوريين والفلسطينيين وبتحتل أراضيهم ويعني بتقوم بالكثير من الانتهاكات لحقوقهم،
أين منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى مما يحدث للمواطنين السوريين سواء بقصف منازلهم أو باحتلال أراضيهم؟ يعني هو المنظمات الدولية لها أدبيات تقف إلى جانب الشعب السوري، بتندد بعمليات القصف، بتندد بالتجويع، بتندد بالقتل، بتندد كل ما هو يعني غير إنساني. لكن تحويل هذه الأدبيات إلى واقع عملي طبعا بيعوقه اللي هو النظام اللي هو التصويت في مجلس الأمن، وبالتالي وإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، وطبعا ده بسبب المساندة الأمريكية لإسرائيل، واللي هي بسببها النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة وتأثيره على الانتخابات الأمريكية وعلى انتخابات بعض الدول الغربية. طيب هل الأوضاع الحالية داخل سوريا بعد 2011 هي التي جعلت سوريا مستباحة بهذا القدر، ولا هناك أسباب أخرى احنا مش عارفينها؟ هو الواضح والمؤكد أن سوريا أصبحت مستباحة بالفعل بعد أحداث 2011 بسنوات، لأن الجيش السوري انشغل بالقتال الداخلي مع الشعب كل، وبالتالي يعني أصبح الهم الأول هو الحفاظ على نظام الحكم السوري، فاللي هو طبعا الخلطة اللي موجودة هناك ان مكونات الجيش السوري من غرب سوريا ودفاعها عن نظام الحكم، كل ده جعل حماية نظام الحكم هو الأولوية، وبالتالي تم السماح أو, 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 أو سوريا أو إسرائيل استغلت هذا الوضع واستباحت الوضع في سوريا. طيب إيه اللي عمله المجتمع الدولي لتسوية الصراع في سوريا؟ يعني سمعنا عن وساطات كثيرة ويبدو أنها لم تثمر ويبقى الحال على ما هو عليه، حضرتك تقول. هو المجتمع الدولي استطاع تحقيق تقدم نسبي في الاستقرار في سوريا، لأن القتال في سوريا كان بيشمل كل المناطق، كان الجنوب ودمشق والغرب والشمال، لكن قدروا ان هم يحصروا يعني من خلال الاجتماعات أستانا قدروا انه يحصروا هذا يعني الصراع المسلح، بحيث ان الجماعات اللي هي اللي كانت بتقاتل في الحكومة السورية في عدة مناطق يعني تم سحب جزء منها بأسلحتها الى منطقة ادلب دلوقتي. وطبعا ايه مشكلة ادلب بقى؟ يعني هي واضح انها القلاقل فيها شبه مستمرة، ايه مشكلتها؟ يعني مشكلة ادلب ان هي تم تجميع كل العناصر اللي هي المسلحة اللي هي معادية للنظام الرئيسي السوري، وبالتالي هم يملكون السلاح، يملكون المقاتلين، عندهم العقيدة القتالية اللي هي المعادية للنظام، عندهم المساندة الإقليمية من جانب تركيا اللي هي بتحاول انها تستغلهم لتحقيق يعني مصالحها في شمال سوريا، عشان بحيث انها تضرب بيهم الاكراد الموجودين، يعني ادلب موجوده في شمال غرب، تضرب بيهم الاكراد الموجودين في جنبيهم يعني في شمال شرق سوريا. فمشكله ادلب ان هي بؤره او مكان لحوالي 4 ملايين شخص معادين للنظام السوري، ودول في حد ذاتهم ممكن يعملوا دوله، يعني مش عدد قليل يعني. طيب سيدا حضرتك معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور مختار غباشي، رئيس مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، برحب بحضرتك معنا دكتور. ويعني سوريا ما هي العقدة التي تقف في سبيل تحرير الجولان السوري؟ يعني العقبات وليس عقبة واحدة، يعني الواقع في العالم العربي واقع إلى حد كبير جدا، لم يصل بعد إلى حد أنه يستطيع أن يجمع نفسه حوالين منظومة أمن قومي عربي موحد تستطيع أن تدافع عن مصالحه.
عندما نتحدث عن الجولان نتحدث عن قرار أمريكي بوضع السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وشوف حجم ردود الأفعال العربية على هذا القرار أو ما قبله من قرار آخر مرتبط بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ودول أخطر قرارين أخذتهم الإرادة السياسية أو أخذتهم الولايات المتحدة الأمريكية ضد الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل. وللأسف الشديد أن حجم ردود الأفعال العربية على هاتين القرارين لم يرتقي إلى خطورة هذا الأمر بدرجة كبيرة جدا. فالواقع في سوريا واقع ما بين تطاحن في الداخل وشكل من أشكال قدرة عدم أو عدم قدرة النظام في سوريا على سيطرة على مقدرات الدولة، تقريبا بيستحوذ على 62% من كامل الأراضي السورية، وما بعد ذلك هو خارج سيطرته تماما وبالمطلق. وهناك جدل خاص باحتلال تركيا لبعض المناطق في سوريا، جدل بخصوص الضربات الإسرائيلية المتتالية على الأرض السورية وردود الأفعال عليها سيان من قبل سوريا أو من قبل الأطراف العربية، ردود أفعال ضعيفة للغاية، ناهيك عن وجود ميليشيات على الأرض بتنوعات وأيديولوجيات شتى. فالواقع في سوريا منشغل بأمور كثيرة جدا، أنا متصور لم يصل إلى بعد ثبات نستطيع من خلاله أنه قادر أن يحرر أرضه. هل لم تكن روسيا قادرة على حسم الصراع في سوريا؟ وهذا يعني أتحدث عنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ألم تكن روسيا بما تمتلك من قوات على الأراضي السورية ومطارات، يعني عندنا قاعدة حميميم دي معروف أنها قاعدة روسية في قلب سوريا، وأيضا هناك قاعدة بحرية موجودة يعني ميناء قرطوس، فألم تكن روسيا قادرة على الحسم؟ لا، روسيا عندما دخلت إلى الساحة السورية مش داخلة لحسم حقيقة الصراع الموجود داخل الساحة السورية، هناك فرق كبير أستاذ عمرو. روسيا داخلة داخل الساحة السورية، والكلام ده كان في 2014-2015 لتعويم بشار الأسد ونظامه داخل الساحة السورية، واستطاعت أن تحييه. ما قبل الدخول الروسي عسكريا كان كثير من القادة على مستوى العالم ومن وجزء كبير جدا منهم داخل العالم العربي وداخل العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية كان يتحدثوا مع النظام في سوريا عليه أن يختار طريقة خروجه سياسيا أو عسكريا. عندما دخلت روسيا عسكريا داخل الساحة السورية قلبت الطاولة باللغة البلدي كده، واستطاعت أن تضع بشار الأسد وحكمه ضمن أطر الحل السياسي الموجود داخل الساحة السورية. لكن هناك أطراف أخرى موجودة داخل سوريا وهي أطراف معقدة وصعب جدا تجاهلها، على رأس هذه الأطراف تركيا وإيران. فأنت لا والولايات المتحدة أصبحت موجودة ولها قاعدة في سوريا الآن. لا، الولايات المتحدة الأمريكية تسهيلات عسكرية موجودة من 800 جندي لألف جندي، لكن حجم الوجود العسكري الروسي وحجم وجود الميليشيات المؤيدة لإيران، عصائب على الحق أو فلك بدر أو كتائب الفضل العباس أو سرايا السلام أو كتيبة النجباء أو حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، دول موجودين داخل الساحة السورية ولهم يد طولة في الأرض على أرض الواقع. ناهيك عن الوجود التركي في إقليم شرق وشمال سوريا، وهناك جدل كبير حتى عندما تحدثت أو عندما طرأ حديث عن عودة العلاقات الطبيعية ما بين تركيا وما بين دول كثيرة في العالم العربي، طرحت المسألة السورية، وكان رد تركيا أنها لن تنسحب دون استثبات الوضع السياسي الموجود في الداخل السوري. فأنت عندك إشكالية معقدة، وهذه الإشكالية المعقدة أصلا خلق جدل كبير جدا حتى في أروقة العالم العربي، خصوصا الدول التي رفضت عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر أو التي تحفظت. طب إذن يا دكتور سوريا مختار، يعني لماذا بعض العرب، وهنا أقول البعض، في عداء مع النظام السوري؟ بعض العرب على عداء مع النظام في سوريا باعتباره انه بيروه انه هو سبب من اسباب الازمة الموجودة في سوريا، وان هذه الازمة لم تحل، وطالما الازمة لم تحل يبقى مسألة عودة علاقات طبيعية مع سوريا في ظل هذا النظام مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، خصوصا مع الدول التي رفضت. فإشكالية سوريا ليست إشكالية سوريا كدولة، دولة سوريا ودولة العراق
ضمن منظومة الأمن القومي العربي. أنا متصور أن دي مسألة ملحة وللغاية، ومطلوب إن أردنا إصلاح منظومة الأمن القومي العربي أن نعيد سوريا والعراق إلى حالتهم الطبيعية. لكن إشكالية سوريا متصور هي إشكالية النظام، وكثير من الدول المتحفظة أو الرافضة حتى هذا التاريخ هي تتحدث أن المشكلة لم تحل، وأن النظام الذي بسببه كانت المقاطعة ما زال موجودا، فكيف نتعامل مع الدولة السورية في ظل وجود هذا النظام؟ ودي إشكالية خلق جدل كبير جدا في الداخل العربي. الأستاذ الدكتور مختار غباشي، رئيس مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف ونشكرك شكرا جزيلا. برجع لحضرتك ضيفي الكريم أستاذ عاطف صقر، الكاتب الصحفي بالأهرام ومراسل الأهرام سابقا بسوريا. أهلا بحضرتك. يعني سوريا دولة مهمة في النظام العربي. أيوة. هذه الدولة المهمة في النظام العربي، أيوة، كيف تعود مرة أخرى دولة فاعلة في هذا النظام الذي يحفظ العرب ككل؟ هو أولا يعني السبب في الابتعاد ما بين النظام السوري وما بين بعض الدول العربية هو العلاقة الوثيقة ما بين سوريا أو النظام السوري وما بين إيران. طب دلوقتي بعض العرب بقوا مع إيران زي السمنة على العسل يعني. وزي ما ساعتك أشرت كده حاليا يعني الفترة الأخيرة إن العلاقات العربية الإيرانية، العلاقات ما بين بعض هذه الدول وبين إيران يعني بدأت تتحسن. طبعا ده ينعكس على العلاقات العربية مع سوريا، وهو ده اللي تم ترجمته في إعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر في الجامعة العربية. لكن بتظل يعني طبعا حضرتك عارف ان في ارتباط ما بين إيران وبين اليمن، وفي ارتباط ما بين اليمن وبين السعودية، فبالتالي يعني العلاقة تأثير إيران على المنطقة، خد بالك، هيأثر على علاقات بعض الدول العربية مع النظام السوري. لكن دول كثيرة طبعا علاقتها جيدة مع النظام السوري. طب هي إيران كيف تتعامل مع الملف السوري ككل؟ هل هي مجرد داعم للنظام السوري الحاكم، ولا ليها أجندة تانية ربما احنا مش واخدين بالنا منها؟ هو في حقيقة تاريخية يعني غير شائعة، وهو أن جذور رجال الدين في إيران يعني جذورهم من لبنان، يعني منطقة الشام، فبالتالي في علاقات قرابة تربط ما بين رجال الدين في إيران ورجال الدين في العراق ورجال الدين في لبنان، وحتى بعض أفراد يعني عائلة الأسد يعني برضو يعني دخل في المسألة الدينية في فترة من الفترة. هم الطائفة العلوية اللي في اللاذقية معروفة. خدت بال ساعتك. فهو بالنسبة لإيران يعني في جانب آخر يعني يبدو أن جزء من الفكر الإخوان في إيران هم لا ينسون من أساء إليهم. فمعروف أن الموساد الإسرائيلي كان قد ساهم في تعذيب والإساءة وكل الأشكال التعسف ضد المعارضة للنظام الشاه اللي هو رجال الدين الحاليين في إيران، هم اللي أطاحوا بيه. فهم مش ناسيين اللي عملته إسرائيل معاهم هم. بس يعني يقال إن إسرائيل وإيران من تحت الطاولة الحياة جميلة جدا وفي علاقات، وهم كانوا بيدوا أسلحة لإيران إبان حربها مع العراق صدام حسين في الثمانينيات، فيعني يقال إن اللي احنا شايفينه على السطح وعلى الشاشات مش هو الحقيقي بين إيران وإسرائيل. طبعا هو في يعني في مثل يقول أن المصالح تتصالح، فممكن تبقى في نقاط التقاء زي حضرتك اللي قلتها، بس سببها مش ليس حبا في إيران، كرها في صدام يعني، ولكن كرها في صدام اللي ضرب إسرائيل بالصواريخ، واللي هو اللي صدام اللي قواته دفعت عن دمشق وعن سوريا في 73، منعت سقوط دمشق، دي حقيقة في 73 الجيش العراقي، خدت بال حضرتك.
فهو ده بالنسبة ده العنصر الثاني في العلاقات العداء ما بين إيران وبين إسرائيل، ده مأثر على سوريا، على الوضع في سوريا. وبعدين وقوف حافظ الأسد مع الثورة الإيرانية ضد الشاه ده صحيح، برضه ده جزء من أسباب فده يعني بينعكس. طبعا نظام الحكم الإيراني الحالي عنده مخاوف من السقوط، لأن حصل قبل كده ثورة مصدق في الخمسينيات تمت الإطاحة بيها، فهم برضو خايفين يتم الإطاحة بيهم وتعود الحياة في إيران إلى ما كانت عليه بشكل أو بآخر موالي للغرب يعني. فهم طبعا بيدعموا الدول اللي الأنظمة اللي هي سندتهم، فمنها يعني الدعم اللي هو لسوريا، وكمان زي ما سعادتك أشارت إلى التقارب اللي هو نقول الطائفي أو اللي خدت بال حضرتك. الجانب السوري برضو شايف إن في تلاقي مع إيران، وده بيترجم ده كله في إن إيران بتساعد سوريا، بتقف معاها في برامج تنموية. لكن هي المشكلة بتاعت إيران في سوريا هو إن إيران عايزة جبهة مفتوحة مع إسرائيل من خلال سوريا، من خلال حزب الله اللبناني، من خلال ما أشار إليه الدكتور برضو بعض يعني الميليشيات العربية، خدت بال حضرتك. فده اللي هو ده اللي خلي سوريا في يعني حافظ الأسد على ما يبدو، اللي أنا فهمته من أحد الدبلوماسيين الإيرانيين إني مدي وعد بإني مش هيتصالح مع إسرائيل. فبالتالي يعني حافظ برضو النظام الحالي مش قادر يخرج يعني مش قادر يخرج من عباءة اللي هو العلاقة مع إيران. عشان كده التحسن الأخير في العلاقات العربية السورية يمكن أن يساعد سوريا على أن هي تراعي مصالحها وبتدخل في اللي هو عملية السلام وفقا للحقوق، الحقوق السورية، بحيث أن تعود الجولان السوري وتكون هناك علاقات ما بين إسرائيل وبين سوريا علاقات طبيعية. دلوقتي في تركيا وهي يعني بتعتبر أن سوريا أرض مستباحة بالنسبة لها، وهم بيبرروا تدخلهم في سوريا أن احنا داخلين نحارب الأكراد علشان مش عايزين دولة كردية ممكن أن هي تقتطع جزء من تركيا. هل هذا هو السبب الذي يدفع تركيا للتدخل في سوريا، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ هناك من يتحدث عن سرقة البترول السوري، وحتى هذا الفعل نسب أيضا للوجود الأمريكي في سوريا، أن الناس دي عايزة تاخد البترول زي ما خدوا جزء كبير من البترول العراقي ويبقوا فازوا بغنيمة كويسة. حضرتك تقول إيه؟ طبعا هو أهم حاجة اللي بيهدد الأمن القومي التركي وهو اللي نقول التمرد الكردي، وطبعا الأكراد غيروا فكرهم دلوقتي من موضوع دولة كردية تشمل شمال سوريا وشمال العراق وجنوب تركيا وشرق وغرب إيران، إلى أن هم يندمجوا في الدول اللي هم فيها بحيث أن هم يعني يبقوا أجزاء من هذه الدول. لكن هي المشكلة أن الجنوب التركي نفسه في موارد ضخمة جدا دلوقتي، يعني في السدود، موضوع السدود ده والمياه جففوا نهر دجلة والفرات يعني ده انعكاسه على الاقتصاد التركي. ان تركيا دلوقتي طبعا مصدر لسلع زراعية كثيرة، وفي دلوقتي العالم في أزمة غذائية، فبالتالي ده ممكن يخلق من تركيا كقوة دولية متوسطة، ده يزيد من قوتها وبالتالي ويخلق لها دول تابعة. ده اللي بيعمله أردوغان، إن هو الرجل عايز يعني يعيد بصورة أو بأخرى الإمبراطورية العثمانية وإن كانت ليست بنفس الصياغة القديمة يعني. تمام. فهو النفوذ أو النفوذ التركي في شمال سوريا يعني سببه الرئيسي الحفاظ على الأمن القومي التركي، سببه اللي برضو النوايا التوسعية اللي حضرتك أشرت إليها، والجانب التاريخي اللي هو بيدي حافز على أن هم يعني يكرروا التجربة زي ما حضرتك قلت كده بشكل آخر، أطماع توسعية.
يعني كمان في اتفاقية اتكلموا عنها برضو، ان هي ممكن تمد تجعل من شمال سوريا ولغاية الموصل الحتة دي اماكن تابعة لتركيا، ففي اطماع تركية موجودة في المنطقة. وبعدين في عنصر ديموغرافي مهم اللي هم التركمان في شمال سوريا. التركمان في شمال سوريا شمال في العراق دول موالين لتركيا، ودول هم اصلهم اتراك اساسا، اصلهم لا، وفي ولاء. يعني انا كنت رحت هناك عام سنة 2000، فكان في خبر عن اعدام جاسوس تركماني يعمل لصالح تركيا، كان في اختبار. فبالتالي ليها كمان واقع ديموغرافي. طب استاذنك معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع الاستاذ احمد التايب. برحب بحضرتك استاذ احمد. وسوريا الى اين؟ هل الى مزيد من الاستقرار، ام ان الاطراف التي تعبث في الساحة السورية ستجعل هذا الاستقرار بعيدا بعض الشيء؟ في البداية طبعا اسمح لي أن أتوجه بخلص التحية لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام والسيد الضيف الكريم. طبعا المأساة، الأزمة السورية يعني مأساة تانية يعني على كافة المستويات، سواء كان بقى يعني المستوى السياسي بسبب الاضطرابات السياسية اللي موجودة والخلاف والانشقاق اللي موجود في بين الأطراف الفاعلة الداخلية في سوريا، أو على المستوى الاقتصادي الأزمة الشديد. سوريا الآن تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حضرتك بتتكلم عن مشاكل كبيرة جدا على المستوى الإغاثي وعلى المستوى الإنساني على مستوى الأمن الغذائي، طبعا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم الكبيرة اللي هي نالت يعني كبرى الاقتصاديات، فما بالك باقتصاد دولة فيها بؤر او يعني بؤر صراع وازمه ممتده من اكثر من 10 سنوات. فاذا الوضع الاقتصادي والاغاثي والانساني في سوريا للاسف صعب جدا. ايضا على المستوى الامني والمستوى العسكري يوجد في سوريا ازمه كبيره جدا، سواء كان من خلال التفاعل بين الاطراف الداخليه او تفاعلات القوى الخارجية الممثلة في الجيوش للأسف الشديد اللي هي موجودة الأجنبية اللي موجودة في سوريا، ودور القوى الفاعلة الأجنبية في المصير السوري من ناحية، ومن ناحية ثانية احنا نرى يوميا تقريبا يعني هجمات واعتداءات إسرائيلية على سوريا بشكل متكرر وبشكل متعمد وبشكل مقصود، وكأنهم يقولون أو كأن الجميع يقول أنه يعني مش عايزين سوريا تعود من جديد تحت أي ظرف، ولا الأمن والاستقرار ولا الحياة تعود إلى سوريا من جديد. كل هذه الأمور للأسف الشديد تزيد من المعاناة للشعب السوري وتزيد من المعاناة للسوريين، ويعني تؤدي إلى تفاقم الأزمة السورية. حضرتك أنت لما نيجي نتكلم على الأطراف الداخلية، نعم الأطراف الداخلية عليها مسؤولية كبيرة جدا، وخاصة أن الكل يتحدث الآن في ظل التقاربات الموجودة وفي ظل ما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الكل يتحدث على ضرورة الالتقاء، ضرورة إعلاء الدولة الوطنية، وبالتالي فكرة عدم التوحد وعدم الاصطفاف وعدم إعادة ترتيب البيت السوري من جديد دي أزمة مسؤول عنها مسؤولية كاملة الأطراف الداخلية في سوريا. من ناحية ثانية أنت تتحدث عن أزمة يملك كما ذكرت لحضرتك مصيرها أكثر من 5 دول يعني أجنبية، بالتالي القرار والاستقرار اصبح في يد القوى الاجنبيه، ودي هي يعني او هذا هو السر الازمه تفاقم الازمه في سوريا. طبعا كان هناك عده بوادر امل في بدايه 2023 من انه الازمه في طريقها الى الاستقرار بعد شيء. هكذا ترى لنا ان سوريا ستستعيد نفسها مره اخرى كدوله وكقوه فاعله في النظام السياسي العربي، ولكن يبدو ان هناك بعض العقبات في الطريق. يعني ده صحيح، وبالتالي احنا لما شفنا التقارب اللي موجود وشفنا عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية، وشفنا التقارب السعودي الايراني بوساطة صينية، وشفنا عدة
المواءمات السياسيه التي حدثت في منطقتنا، قلنا انه الازمه السوريه وبعض الازمات يعني هناك من بوادر الامل للحل، وتحدث الجميع على فكره اعلاء المسار السياسي بشكل كبير جدا خلال هذه الفتره، وخاصه انه يعني انت بتتكلم حضرتك عن فكره المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الان يعني يعاني من ازدواجيه من المعايير والكيل بمكيالين، وبالتالي فكره الحل لن تاتي، يعني انا في اعتقاد انها لم ولن تاتي من قبل المجتمع الدولي، لانه المجتمع الدولي في النهايه يبحث عن اجندته الخاصه. ده حقيقي، يعني المجتمع الدولي اقام الدنيا وتحديدا امريكا يعني اقامت الدنيا ولم تقعدها علشان في حرب من روسيا على اوكرانيا، وبتمد اوكرانيا بكافه انواع الاسلحه، وبتامر الدول ابعت لاوكرانيا دبابات زي ما عملت مع المانيا في دبابات ليوبارد، وتامر دول تانية ابعتوا لها طائرات اف 16 سمعا وطاعه يعني. لكن مثلا ما اسرائيل بتحتل فلسطين، ما هي بتحتل الجولان السوري، فطبعا ده يعني المجتمع الدولي يتعامل بمئة وجه وليس حتى بوجهين. لكن هنا نتساءل، اين العرب من المعادله يا استاذ احمد؟ هنا بقى يعني هنا المشكله الحقيقيه يا استاذ عمرو، ان حضرتك بتتكلم عن فكره زي في المجتمع الدولي اللي هو اصبح يعني واضح وضوح الشمس امام الجميع، وبالتالي الرهان هنا على فكره الاطراف الداخليه في كل المناطق التي بها صراعات ونزعات، عليهم ان يدركوا حجم هذا الخطر، وعليهم ان يتعلموا من هذا الدرس، وعليهم ان لا يعولوا على المجتمع الدولي في فكره حل مشاكلهم الخاصه، لان زي ما ذكرنا ان المجتمع الدولي لا يهدف في النهايه الا خدمه اجندته الخاصه ومصالحه الخاصه وفقا لاجنده القوى العظمى التي تتحكم في المجتمع الدولي. حضرتك انت لما تيجي تتكلم عن المجتمع الدولي ما ينفعش تتكلم عن فكر عن الولايات المتحده الامريكيه المهيمنه على المجتمع الدولي، سواء كان على المستوى المنظمات الدوليه او المؤسسات المجتمعيه او حتى المؤسسات الاقتصاديه ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي حضرتك انت بتتكلم عن فكره الاستراتيجيه القوميه او الوطنيه للولايات المتحده الامريكيه، هي فكره الاستمرار الهيمنه الامريكيه. يعني حضرتك يعني هذا حسن ختام لهذا الحديث، أمريكا يهمها في المقام الأول استمرار الهيمنة الأمريكية كقوة وحيدة في العالم مهيمنة على كل الأحداث، وأيضا في المقام الأول أمن إسرائيل. أنا بشكر حضرتك ضيف الكريم عبر الهاتف الأستاذ أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بجريدة اليوم السابع. برجع لحضرتك ضيف الكريم أستاذ عاطف صقر، الكاتب الصحفي بالأهرام ومراسل الأهرام سابقا بسوريا. أهلا بحضرتك. بن غوريون ليه مقولة شهيرة جدا، قال والله أمن إسرائيل عمره ما حيكون في المفاعلات النووية والقنبلة الذرية، ولكن إسرائيل ستكون آمنة إذا حققنا أمرا واحدا، ألا وهو تدمير الجيوش العربية التالية، الجيش العراقي، الجيش السوري، ثم لا قدر الله ولا قدر الله من عندي أنا الجيش المصري. هل ما حدث ويحدث في سوريا هو من أجل سواد عيون الثورة السورية التي تحدثوا عنها، أم أن ما يحدث في سوريا هو بسبب هذه المقولة التي رددها يوما ما بن غوريون؟ طبعا مقولة بن غوريون لا تخرج عن الفكر الإسرائيلي العام، ليس فقط تدمير الجيوش العربية وإنما أيضا السيادة على الشعوب العربية واستعباد الشعوب العربية، يعني مش الشعوب العربية كمان، ده شعوب العالم كمان. يعني هم عندهم في العقيدة اليهودية ان شعوب العالم خلقت ليكونوا خدما لدى بني اسرائيل، يعني هكذا تتحدث العقيدة اليهودية والتلمود والادبيات الاسرائيلية بتتحدث عن العربي الذي يشذب حديقة اليهودي. خدت بال حضرتك. فنرجع الى الجيوش، الجيش العراقي دمره صدام حسين من خلال قرارات خاطئة، أولها قرار الحرب ضد إيران وبهدف لم يتحقق، ده موضوع السعد شط العرب. شط العرب. اتنين، غزو الكويت. غزو الكويت هنا بقى يعني استدعى الموقف الدولي اللي هو بقية الولايات المتحدة، وتم تدمير الجيش العراقي. الأخطاء الداخلية لصدام حسين إن هو الحكم الديكتاتوري
اللي هو عذب فيه المعارضة وقتل قيادات فيها، وبحيث وأصبح يعد أنفاس الشعب العراقي، فترتب عليه كراهية شعبية من جانب الأغلبية الشيعية لنظام صدام حسين. وإن كان دلوقتي بعض الشعب يتباكوا على عصره على فكرة، وفي فيديوهات موجودة على اليوتيوب يعني تتحدث عن هذا، يعني أنه يعني زي ما بيقولوا ولا يوم من أيامه يعني. أيوه. ولا ننسى أن غزو الكويت جاء بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إعطاء الضوء الأخضر من قبل السفيرة أبريل جلاسبي، يعني قالت له لو دخلت الكويت مش هنعمل لك حاجة، لو دخلت السعودية لا هنقف لك يعني. فطبعا هو في أخطاء تاريخية حدثت، لكن هناك يعني إطار استراتيجي تلعب فيه القوى الدولية المناوئة للعرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. أنا متفق مع سيادتك يعني على أن هدف تدمير الجيوش العربية وبالذات الجيوش الثلاثة اللي حضرتك ذكرتها ده يعني لا يخرج عن مش بس الجيوش العربي، الدول العربية يعني مصر نفسها مستهدفة، عشان برضو بقى عندنا وعي المجتمعات من الداخل. عندنا وعي بان في مخاطر، مش مساله الجيوش. الجيوش صحيح. لانها تمثل يعني الوجه الامني القوي اللي هو في مسانده في مواجهه العدو الخارجي، وهو طبعا على راسه اسرائيل. يعني ندعو الله ان يقي الله مصر شر الفتن وشر أعدائها أجمعين. آمين يا رب. الله آمين يا رب العالمين. أنا بشكر حضرتك نورتني. أنا شكر لحضرتك. الله يخليك. ضيفي الكريم الأستاذ الكاتب الصحفي عاطف صقر، الكاتب بالأهرام ومراسل الأهرام سابقا في سوريا، نورتنا. الله يخليك يا فندم. شكر لسيادتك وعلى أسئلتك وعلى وشكر للسادة المشاهدين والضيوف. شكر لحضرتك. الشكر موصول للمشاهدين في كل مكان. نلقاكم دائما على خير إن شاء الله. في أمان الله.